إعلان قيام الدولة الفلسطينية كان عام 1988، نتحدث تقريبا عن أكثر من 36 عام، وهناك أكثر من 140 دولة في العالم اعترفت في الدولة الفلسطينية، أي تقريبا أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة من نعم الدول 193. المفاجأ هنا أن الولايات المتحدة تتناقض مع نفسها عندما تطرح، خاصة في الأزمة الأخيرة وفي الحرب على قطاع غزة، بأن الحل الوحيد هو إقامة حل الدولتين، وبنفس الوقت هي ترفض حتى اسميا قبول دولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة، مع العلم أن مقومات الدولة على الأرض تقريبا أجهضتها وقضت عليها إسرائيل من احتلالها للأراضي في الضفة الغربية وفي القدس وفي قطاع غزة حاليا. يعني كل المؤشرات تدل على أن إسرائيل لا ترغب بالتراجع والانسحاب حتى من قطاع غزة، فهذه هي هذا دكتور حجم أمجد، دكتور التناقض. أمجد، أمريكا تريد الإبقاء على فلسطين كعضو مراقب لا أكثر ولا أقل، ليس دولة بكامل الحقوق. نعم، كل المؤشرات تدل على أنه لا يوجد رغبة أمريكية صادقة، أمريكا تستمر في بيع الوهم للفلسطينيين، لا تريد حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني، وهذه الخطوة التي قامت بها اليوم هي أكبر دليل على ذلك. هناك خطابين متناقضين بين ما تقوم به الولايات المتحدة فعليا بعدم الضغط على إسرائيل، وخاصة في سياسة الاستيطان المستمر وهضم الأراضي الفلسطينية، وأيضا بنفس الوقت تحاول بيع خطاب آخر بأنها تؤيد فكرة حل الدولتين. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما هو الذي تقصده الولايات المتحدة بحل الدولتين؟ هل هي دولة على نظام الفاتيكان 1 كيلومتر مربع بدون سيادة وبدون أي شيء، ولكن كأسهم، وخاصة بناء هذه الدولة ربما في مدينة رام الله في حدود غير معترف فيها؟ يعني فكرة موافقة على حل الدولتين يجب أن يتم تحديد حدودها، مساحتها، عاصمتها حسب أي قرارات. هناك ضبابية بالموقف الأمريكي، وبنفس الوقت أمريكا لا تساعد على الضغط على الاحتلال من أجل ذلك، والأكثر من ذلك أنها تستخدم حق نقض الفيتو حتى في وجود إجماع دولي على القبول بفلسطين وكحل في الشرق الأوسط. وهذا إن دل على شيء يدل على أن الولايات المتحدة لا ترغب حقيقة في حل الدولتين حتى لو كان ذلك لصالح إسرائيل.